مع مرت خويا. هي وقصتنا مع مرت خويا واحد النهار قاسيه مع هنا مع فينا تجاو كيدقوا في الباب شنو جايين طالبين راغبين في بنتكم. دخلنا الناس للدار رحبنا بهم على اساس غادي يخطبوني انا. ايوا يا لالا قلتنا قلت لي ماما قالت لي ما تخرجيش حتى نعيطوا ليك. ايوا تخرجت مرت خويا حطت ليهم الحلوه رحبت بهم وداك الشيء وهم تقول لهم مت العريس وتبارك الله على مرت ولدنا وزادوا تيضحكوا. ايوا من رجعت مرت خويا الكوزينه كنسمعوا فيهم تيقولوا ايوا نبداو على بركه الله نقراو الفاتحه. وهي تقول لهم ماما قالت لهم بلاتي ونقراوها ماشي دابا. ايوا قالتهم مجمعين شويه وهي تقول لها واجينا راغبين في يد بنتك حنان. قالت لهم حنان راه مات ولدي. قالوا لها راه ولدي كيهضر معاها. ايوا بقى ولا لا تيشوفوا في بعضياتهم وهي تعيط ماما لخويا قالت لها جيت تسمع. قالها مالكي؟ قالت لها راه جايين يخطبوا في مرتك افين كتعرف ولدكم لا راه ولدنا ورانا تصويره. ايوا بداو تيقلبوا ايوا جات ما جا خويا شد مرت خويا شد مرته من راسها ونتفها ومخلا ما دار لها. مدينة هزو التليفون تيقلبوا لقاو بان راه نيت كتهضر معاهم صيفطا ليه تصاورها وداك الشيء. ايوا ما يقولوا كيفاش هاد الشيء وما شدش التليفونها بقى ما عندها هي تمساج. ايوا شنو هو وصف ديك ساعه مساج من عند الخطيب تاع البنت اللي جاي يخطب يعني جاي يخطب مرت خويا. جاو صيفطوا مساج هي تجاوبوا ديك الساعه هذيك النمره جاوباتو يعني في الفيسبوك. ايوا سيادي لقاو بان خوت البنت خوت مرت خويا يا اللي تتهضر معاه وتتهضر معاه بصوتها وتتهضر معاه بتصويرت مرت خويا. ايوا عاد عرفنا بان مرت خويا ما عندها حتى علاقه بهذا الشيء. ايوا حداو راسكم وخواتاتكم الصغار راه كيشدوا تصوركم وتهضروا على اساس نتوما.